السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس فواز سالم العنزي. التطرف مشكلة موجودة عند بعض الأفراد وكذلك عند بعض المجتمعات. قد يكون هذا التطرف بناء على الدين، المذهب، اللون، الجنس وعن غيرها من الأمور. التطرف يؤدي حق مشاكل كبيرة، مشاكل لا تحمد عقباها، يؤدي إلى أقصى درجات من العنف كذلك، وممكن مرات توصل إلى قتل. أفضل حل لمواجهة التطرف هو تقبل الاختلافات. الله خلقنا مختلفين، طلعنا على الدنيا كل واحد شكله غير، كل واحد لونه غير، كل واحد جنسيته غير، كل واحد يحمل ديانة مختلفة. لازم نتعلم شلون نتعايش مع بعض، لازم نحترم بعض، نتقبل الرأي والرأي الآخر، ونؤمن بهذه الاختلافات، وإن إحنا موجودين عشان نكمل بعض في هذه الدنيا، مو عشان إن واحد يكون موجود والطرف الآخر ما يكون موجود.